بسم الله الرحمن الرحيم. على مدى المحاضرات اللي فاتوا 6 محاضرات احنا اتكلمنا على الاسيد بيز ديس اوردرز. بدانا في محاضره في الاول اتكلمنا على النورمال اسيد بيز بالانس، وقلنا ان احنا دايما البي اتش محتاجه تبقى في نارو رينج من 7.35 ل 7.45، وطبعا ده مهم جدا لكل البيزال ميتابوليك بروسيسز والبروتين ستابيليتي. فاي تشينج في البي اتش نتيجه اضافه اسيدز او الكالي ده يؤدي الى ان البودي بيحاول ان هو يعمل كومبنسيشن او يحاول يعمل ريزيستنج التشينج اللي حصل عن طريق 3 ديفنس ميكانيزمز. الاول اللي هو بيشتغل ايميديتلي اللي هو البلاد بافرز، وده اكتر واهمهم هو البايكارب، ولكن عندنا كمان البروتينز وعندنا الفوسفيت. والسكند ديفنس ميكانيزم يكون من خلال الريسبيراتوري سيستم اللي بيشتغل من within minutes، والديفنس الثالث بيكون من خلال الرينال سيستم اللي بيشتغل within hours او days مش نقوله hours، بيشتغل within days، وعشان كده هو ابطأ. بعد كده اتكلمنا على 4 simple disorders: metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis and respiratory alkalosis. وبعد كده قلنا عدينا محاضرة عملنا اتكلمنا فيها على الميكسد اسيد بيز ديسوردرز، ان احنا قلنا ممكن يجي سيميلتينيوس 2 or more سيمبل اسيد بيز ديسوردرز او فورمز اوف سيمبل اسيد بيز ديسوردر. يعني مثلا احنا قسمنا الميتابوليك اسيدوزيس انه ممكن يكون هاي انايون جاب او نورمال انايون جاب، الريسبيراتوري ديسوردر سواء كانت اسيدوزا او الكالوزيس قسمناها الى اكيوت وكرونيك. ليه قسمنا الريسبيراتوري اسيدوزيس او الكالوزيس لاكيوت وكرونيك؟ لان الكومبنسيشن هنا هيكون ميتابوليك من خلال الكدني، والكدني بطيئه بتاخد فيو دايز على ما تصلح، وبالتالي لو البيشنت جاي اكيوت هيبقى الكومبنسيشن غير الكرونيك. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريكابينج للمحاضرات اللي فاتت دي كلها، أو نعمل سامري لكل اللي قلناه في 6 محاضرات اللي فاتوا بطريقة براكتيكال من خلال إن احنا نتكلم على ABG interpretation. بس هو في الأول احنا هنسأل نفسنا سؤال، هنعمل ABG ولا VBG؟ يعني هناخد البلاد سامبل دي arterial ولا venous؟ هو تفرق لما نيجي نشوف الديفرنس ما بين الارتيريال والفينوس regarding البي اتش، لا وإن الفرق بسيط جدا، بيبقى حوالي في حدود 0.02. البايكارب بيبقى في حدود 0.51 ملي مول ما بين الارتري والفين. البي سي او 2 يعلى شويه، يبقى 3-4-5 مليمتر ميركوري المين ديفرنس ما بين الارتيري والفين السامبل. لكن هلاقي الفرق يكبر قوي لما نيجي نشوف البي او 2، لان طبعا الارتيري دي اوكسجينيتد بلاد غير الفينوس بلاد، فنلاقي الفرق بينهم ممكن يبقى 16-17-18 مليمتر ميركوري. وعشان كده قالوا لو احنا هتفرق معانا الاكسجينيشن وعايزين نشوفه، لا يبقى لازم نعمل اي بي جي. لكن اذا كان الاكسجينيشن مش هيفرق معايا ممكن نعمل في بي جي، وده الغالب اللي بنعمله في الروتين ورك بتاعنا في الورد، بنسحب في بي جي. طيب لكن الاي بي جي دايما نلاقيه في الاي سي يو او في الامرجنسي روم وكده. طيب ما نعمل لكل بقى اي بي جي وخلاص؟ لا، الاي بي جي بيبقى مور ديفيكلت، السامبل بتاعته بيبقى مور ديفيكلت مور بينفول، احيانا نحتاج اكتر من ترايل عشان تيجي معانا، احيانا لازم الدكتور ياخدها بنفسه غير الفينوس طبعا مع الروتين بلاد تيست النيرس بتاخده. بيحتاج سبيشال بريكوشنز، يعني لازم ناخدها على هيبرنايزد سيرنج، بيبقى ليها سبيشال سيرنج لوحدها، او لو احنا اللي هناخدها ما عندناش السيرنج دي بناخد على سيرنج عاديه ونبقى نعمل لها هيبرين، انا هبقى تبقى هيبرنايزد، يعني ناخد الهيبرين نسحبه ونعمل بس جاست ان احنا نويتنج للانر سيرفيس اوف ذا سيرنج، وبعدين نطلع كل الهيبرين بره، يبقى بس اللي موجود على هي على بس اللي هو الديد سبيس اوف ذا سيرنج. لان لو انا عندي هيبرين زياده طبعا ممكن يديني ايرور في القراءه، ولو ما فيش هيبرين هيحصل بلوتنج. طبعا لازم لو في اير بابلز اطلعها ونبعتها دايركتلي تو ذا لاب. طيب احنا هناخد من ويتش ارتري؟ دايما غالبا بناخد من الراديال ارتري او ممكن ناخد من الفيمورال ارتري بطريقه دايركت بالسيرنج. ولو البيشنت مثلا مركب ارتيريال لاين زي اللي بنشوفهم في الاي سي يو ممكن ناخد من الارتيريال لاين دايركتلي. طيب الاي بي جي بيبقى ليه بعض الكومبليكيشنز، يعني مثلا ممكن يحصل احنا بناخد ارتري ممكن يحصل بليدنج او هيماتوما. الحاجه الثانيه انه ممكن يحصل ارتيريال فاسوسبازم، ان انا ممكن يحصل انجري لادجستمنت ستراكشرز مثلا زي نيرف اللي هو ممكن بعد ما نخلص يبقى بوست بروسيدر بين، فاحيانا يدوا لوكال انستيزيا قبل ما يعملوا البروسيدر، وطبعا ممكن يحصل انفكشن مني، فعشان كده لازم نبقى عاملين استرلايزيشن كويس ليها.
طيب في كونترا انديكيشن نعمل اي بي جي. الكونترا انديكيشن بتبقى حاجه غالبا لوكال، يعني لو انا الليمب اللي انا هاخد منه الاي بي جي هو في مثلا بريفر فاسكولار ديزيز، يبقى ادور على ليمب تاني، او في لوكال انفكشن او لوكال بيرن او في اي بي فيستولا او اي جرافت في الجرام، يبقى انا هدور على مكان تاني ايه اخد منه. طيب ايه هي النورمال فاليوز اوف اي بي جي؟ احنا الاي بي جي بنعلق دايما على اربع حاجات اساسيين. البي اتش نورمال بتاعها من 7.35 ل 7.45. البيكربونات بيبقى من 22 ل 28 ملي مول بير لتر او ملي ايكويفالنت بليتر، هي هي. وفي البعض بيقول لا من 22 ل 26. البي سي او 2 احنا بنحسبه لو حسبناه بالمليمتر ميركوري يبقى من 35 ل 45، يعني تقريبا ده نفس الرقم اللي يجي بعد الديسمال بوينت في البي اتش. ولو بنحسبه بالكيلو باسكال يبقى 4.7 ل 6. البي او 2 بيبقى من 75 ل 100 مليمتر ميركوري، ولو كيلو باسكال يبقى 10.7 ل 13.3. دولت كده الاربع بارامترز الاساسيين. طبعا لو احنا هنعمل في بي جي بيبقى مش هنبص على البي او 2. في حاجه بتطلع في البرنت اوت اللي هي اسمها بيز اكسس، او نقول عليها احيانا بيز ديفيسيت. بيز اكسس يعني ايه؟ يعني انا عندي زياده في البيز قد ايه، زياده في الالكالي قد ايه، كل الالكالي. بس هو المينلي طبعا بيبقى بايكارب، فنحن نقول ان احنا البيشن ده عنده زياده في البايكارب ايه قد ايه، ولو عنده نقص بنقول عليها بيز ديفيسيت. طبعا انا المفروض ان الشخص الطبيب ما يبقاش عنده اكسس، يبقى هو زيرو، يبقى هو اللي هو في الافريج 24. بس انا عشان هو من 22 ل 26 الحين اقول لك بيبقى من نورمال من ماينس 2 لبلس 2، ده اللي هو ايه البيز اكسس. احيانا بدل ما يقولوا بيز اكسس وبيز ديفيسيت هو بس يقول بيز اكسس، ولو قال ان هو بوزيتيف يبقى هو زياده، ولو قال نيجاتيف يبقى هو ايه ديفيسيت. طيب احنا يمكن ادينا ازاي بنحسب البيز اكسس او ديفيسيت، اتكلمنا في المحاضره بتاعه الميتابوليك اسيدوزيس قلنا ايه ازاي، وهو معناها بيز اكسس معناها انا محتاج اسيدز قد ايه عشان اضيفه ارجع تاني نورمالايز البي اتش ل 7.4 ات 37 ديجريز، واذا كان البي سي او 2 ثابت عند 40. والبيز ديفيسيت معناها ان البيشنت ده عنده ميتابوليك بروبلم ادت ان الاسيد زياده، يبقى انا محتاج اضيف بيز قد ايه عشان انا ارجع البي اتش للنورمال 7.4 عند بي سي او 2 40 وعند درجه حراره ايه 37. ده معناه. طيب في احيانا طبعا في البرنت اوت كمان مش بيطلع لي بس الاي بي جي، بيطلع مع حاجات تانية زي اللاكتيت، النورمال بيبقى 0.5 ل 1 ملي مول بير لتر، يطلع معاه كمان جلوكوز، يطلع معاه شويه الكترولايتس كمان. احيانا طبعا بتفيدني في الانتربريتيشن، يعني انا لما الاقي مثلا بيشن ميتابوليك اسدوز والاقي اللاكتيت عالي يبقى انا عرفت ان الميشن ده ممكن يكون لاكتيك اسدوزس، الجلوكوز عالي قوي مثلا دايابيتيك كيتو اسدوزس، الالكترولايتس هتفيدني، الصوديوم مثلا والكلورايد لما باجي احسب الانايون جاب، سيرام انايون جاب، البوتاسيوم مثلا لو احنا عايزين نشوف الكوز مثلا بتاع واحد في ميتابوليك الكالوزس او غيره. طيب في بعض الترمينولوجي هنا مهم قوي عشان نبقى عارفينه، واحنا دايما بنتعامل مع البلد اي بي جي وغيره، ان احنا مثلا البي او 2 بنقول بي او 2 معناها البريشر او التنشن اوف اوكسجين ديزولفد ان ذا بلاد، يبقى ده بريشر، يبقى احنا هنا هنقيسه بايه؟ بنقيسه بالمليمتر ميركوري، سواء ده البي سي او 2 او البي او 2، يبقى ده بريشر. لكن الاس بي او 2 ده معناها البرسنتج اوف هيموجلوبين ساتوريتد وذ اوكسجين، وده النورمال بتاعه من 95 ل 100%. يعني ده اللي احنا بنقيسه بالاوكسيمتري، يعني انا في البي او 2 انا بقيسه بالاي بي جي عادي، لكن هنا انا بقيسه بالاوكسيمتري، بجيب الاوكسيميتر بحطه هنا على الثامب هنا على النيل، فهو السنسور اللي فيه يبتدي يشوف البلد او الهيموجلوبين اللي ماشي في الكابيلرز هنا، ويحسب لي قد ايه من الهيموجلوبين ده ساتوريتد بالبلد. الاف اي او 2 اللي هو الفراكشن اوف انهيلد اوكسجين، يعني ايه؟ يعني انا الاير اللي احنا بنتنفسه ده هو مش كل 100% اكسجين، لا ده الاكسجين هنا 21% بس من مكوناته، 78% نيتروجين، نسبه قليله جدا بيبقى سي او 2، بيبقى ارجون، بيبقى هيليوم غيره. فاللي موجود النسبه الاكسجين اللي موجوده في الروم اير 21%، بس يبقى ده بنقول عليها الاف اي 2 الفراكشن اوف انهيلد اكسجين من الايه من الروم اير. ولو انا عندي بيشنت عنده هايبوكسيا وعايز ازود له الاكسجين اللي داخله، يبقى انا المفروض ان انا ازود الفراكشن بتاعه من الانسبايرد اير، فنحطه بقى على ايه؟ على سبلمنتال اكسجين من خلال فينتوري ماسك او نزل كانيولا، او احط اللي هو فيس ماسك والريزرفوار، بحيث ان انا ايه ازود بقى، اقول انا هحطه على 2 3 لتر 3 لتر 5 لتر 10 لتر، كل ما بزود يبقى انا بزود الفراكشن اوف انهيلد اوكسجين، فزود الاف اي او 2، فبدل ما كان من الروم اير 21% بس ده انا ممكن اوصل 40 50 وهكذا.
في بيشنت مثلا انا حطيتهم على مكان كان فنتليتور، انا هعمل له اندو تراكيال تيوب، يبقى انا هدخل تيوب في التراكيا واوصلها على الاكسجين على طول، فده ممكن اوصل اف اي 2 هنا ل 100%. اما اقول هايبوكسيا معناها ان انا عندي نقص في الاكسجين، يعني عندي البي او 2 هنا ايه لو، معنى ان البي او 2 لو يبقى انا عندي ريسبيراتوري فيلير. الريسبيراتوري فيلير عندنا تو تايبس، تايب 1 يبقى البي او 2 بس اللي نازل لكن البي سي او 2 نورمال، لكن لو لقيت ان البي سي او 2 كمان عالي يبقى احنا في الحاله دي بنقول عليها ريسبيراتوري فيلير تايب 2. في حالات الريسبيراتوري الكالوزس احنا كنا بنقول ايه، ان احنا عندنا هايبر فنتيليشن، يعني عندنا البي سي او 2 لو، بس مش معنى انه كده ان في مشكلة في البي سي او 2 يبقى البي او 2 كمان هو لازم يكون نازل. يعني ايه؟ يعني اكزامبل البيشنت اللي عندهم هايبر فنتيليشن سندروم، البيشنت هيستيريكال، حصل هايبر فنتيليشن لانه تعرض لانزايتي او حاجة زي كده، فيبتدي ايه البيشنت هنا يبتدي يتنفس بطريقة رابد، فعمل لي ووشن للكربون دايوكسيد، بس هو الرابد فنتيليشن ده يعني هيعمل ايه اكسجينيشن بتاعه كويس، فتلاقي ايه البي او 2 عالي. لكن لو احنا مثلا جينا في بيشنز زي البالمونري امبوليزم، خلاص البالمونري امبوليزم ده ايه، مفيش برفيوجن للبالمونري ارتيبل برانشز، مفيش اكسجينيشن للبلد هيحصل في اللنج، وبالتالي البي او 2 هتقل. فالبي او 2 لما يقل ده استيمولس للريسبيراتوري سنتر ان هو يزود الفنتيليشن، فلما يزيد الفنتيليشن عشان يحسن الهايبوكسيا في المقابل هيعمل ووشنج للكربون دايوكسيد، فلاقي ان البي سي او 2 هنا ايه قليل. يبقى انا في الحالتين دول البي سي او 2 قليل، لكن انا عندي هنا بي او 2 عالي وعندي هنا بي او 2 لو، فده مهم جدا. احنا دلوقتي معانا البرنت اوت اوف ذا اي بي جي، ازاي هنعمله انتربريتيشن، ازاي هنقراه. اول فيرست ستيب ان احنا نشوف البي اتش، البي اتش لو النورما من 7.35 ل 7.45 يبقى لو قل عن 7.35 يبقى ده اسيديميا، لو زاد عن 7.45 يبقى ده الكاليميا. طب لو في النورمال رينج يبقى عندي هنا مش احتمال بس ان هو النورمال، لا ده عندي ثلاث احتمالات. ان الاحتمال الاول يكون هو نورمال اي بي جي، عشان اعرف نورمال اي بي جي يبقى بقيه البارامترز كلهم نورمال، البي سي او 2 والاتش سي او 3. لكن لو لقيت ان هو في النورمال رينج والبارامترز الاثنين التانيين اب نورمال، لا ده ممكن يبقى حاجتين، يا اما يكون كومبنسيتد، واحد عنده ميتابوليك ديس اوردر وحصل له ريسبيراتوري كومبنسيشن فرجع البي اتش للنورمال، او واحد عنده ريسبيراتوري ميتابوليك ديس اوردر وحصل له ريسبيراتوري كومبنسيشن فرجع البي اتش للنورمال، يبقى ده كومبنسيتد، يبقى بقيه البارامترز هتكون اب نورمال. الاحتمال الثالث ان هو يكون ميكسد ديس اوردر، والميكس ديس اوردر ده اوف كاونتر بالانسنج اف، لي كاونتر بالانسنج افكت على البي اتش، يعني عندي ديس اوردر يعمل اسيدوزيس يعلي البي اتش، وديس اوردر تاني يعمل الكالوزيس يزود لي البي اتش، فالاثنين ايه اتقابلوا في النص بقوا في النورمال رينج. ستيب 2 ابتدي اشوف البي سي او 2، وستيب 3 ابتدي اشوف الاتش سي او 3. احيانا احنا نقول عليهم ستيب واحده وخلاص، بس هنقول ان احنا اول حاجه بنشوف البي سي او 2. البي سي او 2 بنعمل حاجه اسمها روم، بنعمل حاجه اسمها روم. روم يعني ايه؟ ار او معناها ريسبيراتوري اوبوزيت، وام اي معناها ميتابوليك ايكوال. يعني ايه؟ يعني لو لقيت البي سي او 2 في اوبوزيت دايركشن للبي اتش يبقى ده برايمري ريسبيراتوري ديس اوردر. يعني ايه؟ يعني لقيت البي اتش نازله ولقيت البي سي او 2 عاليه صعبه، يبقى في الحالتين هما الريسبيراتوري اوبوزيت، يبقى احنا هنا الريسبيراتوري هنا اوبوزيت، يبقى معنى كده ان ده البرايمري ديفكت هنا هو ريسبيراتوري ديس اوردر. ما دام بي اتش نازله يبقى ده ريسبيراتوري اسيدوزيس، ولو كان البي اتش طالع هيبقى ده ريسبيراتوري ايه الكالوزيس. لان مثلا هنا البي اتش نزلت، البي سي او 2 المفروض يحصل له ايه ريتنشن، ها، عشان هو يكون السبب في نزول البي اتش. طيب ميتابوليك ايكوال يعني ايه؟ يعني لاقي نفس الاتجاه، البي اتش هو نفس اتجاه البايكارب، يعني لقيت البي اتش هنا نازله والبايكارب نازل، الاثنين في نفس الدايركشن او الاثنين في نفس الدايركشن طالعين، يبقى في الحاله ده وبدور عليه ميتابوليك ايكوال، يبقى البرايمري ديس اوردر هنا هو ميتابوليك، يعني ميتابوليك اسيدوزيس يا ميتابوليك الكالوزيس حسب الايه البي اتش. فدي النقطه الثانيه عشان احدد الديس اوردر ايه، وهل هو برايمري ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. ستيب 4 نبتدي نحصل الكومبنسيشن. اول حاجه في الكومبنسيشن احنا عايزين نشوف الديجري اوف كومبنسيشن، هل ده حصل له كومبنسيشن ولا ما حصلش كومبنسيشن، ولو حصل هل هو فولي كومبنسيتد ولا بارشلي كومبنسيتد. ففولي كومبنسيتد معناها ان الكومبنسيشن ادى الى رجوع البي اتش للنورمال رينج، خلاص يعني انا عندي حصل اي ديس اوردر ميتابوليك او ريسبيراتوري اسيدوزيس او الكالوزيس حصل له كومبنسيشن فرجع البي اتش للنورمال، خلاص يبقى ده بقول عليها فولي كومبنسيشن. اكزامبل هنا البيشنت ده عنده ايه 7.37 ده البي اتش وده السي او 2 وده البايكارب، هنا بص البي اتش
اللي هي في النورمال رينج. يبقى معنى كده هل ده نورمال اي بي جي؟ ابص للتو بارامترز تانيين لا الى انهم نازلين اب نورمال، يبقى ده مش نورمال بي اتش، مش نورمال اي بي جي. ابص للبي سي او 2 هنا ده ايه؟ يعتبر احنا بنقول نورمال، بس دايما لما بيحصل كومبنسيشن يرجع البي اتش للايه للبي اتش يعني اللور ليميت. يعني مثلا لو في بيشنت عنده اسيدوزس البي اتش ليس ذان 7.35، لما يرجعه ل 7.35 36 37، لكن عمره ما يوصل ل 7.4 ولا يعدي الناحيه الثانيه. نفس الشيء الكالوزس لو هو عدى 7.45 عشان يحصل له كومبنسيشن رجعه لايه ل 7.45 44 43، لكن ما ينزلش عن 7.4. فانا لما الاقي هنا في ابنورمال وده على اللور ليميت، يبقى هو اصلا كان اسيدوزس وبقى حصل له كومبنسيشن. طيب احنا نشوف الايه اللي هنا الروم ريسبيراتوري اوبوزيت، هنا ده يعتبر كان نازل وده نازل، يبقى مش هو ده نازل وده نازل، يبقى هو ميتابوليك ايه ديس اوردر. يبقى البيشنت ده كان عنده ميتابوليك اسيدوزس، حصل ووشنج للكربون دايوكسيد فابتدى عمل له كومبنسيشن فرجع البي اتش للنورمال، فده اقول عليها فولي كومبنسيتد. يبقى هنا البي اتش ريتيرنز تو نورمال. طيب البارشلي كومبنسيتد يعني ايه؟ يعني انا لما يكون عندي ميتابوليك ديس اوردر ريسبيراتوري عمل كومبنسيشن، عمل اللي عليه لكن ما قدرش يرجع الايه البي اتش للنورمال، او عندي ريسبيراتوري ديس اوردر الكدني عملت عليها بس ما قدرش ترجع البي اتش للنورمال. فانا مثلا الاكزامبل ده انا عندي هنا 7.33 يبقى ده اسيديميا، هنا البي سي او 2 30 يبقى نازل، الاثنين في نفس الدايركشن يبقى لا هو مش ريسبيراتوري، البي البايكارب نازل يبقى هو في نفس الدايركشن بتاع البي اتش، الاثنين نازلين يبقى هو عندي هنا ميتابوليك ديسور، عندي ميتابوليك اسيدوزس. اللنج ابتدت تعمل ووشنج للكربون دايوكسيد عشان تعمل له كومبنسيشن، طب نجحت انها ترجع البي اتش للنورمال؟ لا، يبقى ده بارشلي كومبنسيتد لانها عملت اللي عليها، هو هنا عمل عليه بس ايه قدر يرجعه للنورمال، يبقى ده فولي كومبنسيتد، لكن هنا ما قدرش يرجعه للنورمال يبقى ده بارشلي كومبنسيتد. يبقى البارشلي كومبنسيتد يفرق ايه؟ انقي الاول ذا 3 بارامترز اب نورمال، ده نازل وده نازل وده نازل كلهم اب نورمال، يبقى ده بارشلي كومبنسيتد. الاكزامبل الثالث هنا ده بي اتش 7.33 يبقى اسيديميا، البي سي او 2 هنا 40 لا ده في النورمال رينج. طيب البايكارب هنا 18 نازل، يبقى في نفس الدايركشن بتاع البي سي البي اتش، يبقى ده ميتابوليك اسيدوزس. المفروض في الميتابوليك اسيدوزس يحصل ايه؟ الريسبيراتوري سيستم يعمل كومبنسيشن، يعمل ايه ووشنج للكربون دايوكسيد، يبقى المفروض ان الكربون دايوكسيد هنا ايه ينزل البي سي او 2، لكن هو هنا ما عملش كده، يبقى ده نقول عليها انكومبنسيتد. يبقى في الانكومبنسيتد هلاقي ان البي سي او 2 والاتش سي او 3 واحد فيهم في النورمال رينج وواحد فيهم ايه اب نورمال. طبعا ده نقيسه بقى على كل حاجه سواء ريسبيراتوري او ميتابوليك سواء اسيدوزس او الكروزس، تلاقي واحد نورمال والتاني ايه اب نورمال، يبقى ده انكومبنسيتد. فده كده ايه الاكزامبلز الثلاثه. يبقى ده اول حاجه في الكومبنسيشن بنشوف الديجري اوف كومبنسيشن، هل هو فولي كومبنسيتد بارشلي كومبنسيتد ولا انكومبنسيتد. بعد ما حسبنا الديجري اوف كومبنسيشن هنبتدي نشوف الكومبنسيشن ده ابروبريت ولا نوت ابروبريت. يعني ايه؟ يعني هل لو هو زي ما هنحسب دلوقتي بالفورمولا لو هو appropriate يبقى نقول ده ان هو single asset based disorder اللي طلع عندي، لكن لو لقينا inappropriate يبقى انا عندي a second ايه disorder تاني، يعني عندي mixed disorder. بنحسبها ازاي؟ لو انا عندي metabolic acidosis يبقى المفروض ان يحصل ايه respiratory compensation، فالمفروض ان BCO2 تبتدي تقل. البي سي او 2 المفروض يطلع كام؟ يطلع يحصل نضرب الفورمولا دي اللي هو 1.5 في البايكارب بلس 8، الرقم اللي يطلع في رينج عندنا بلس او ماينس 2. يعني مثلا لو كان البيشنت ده الميتابوليك اسيدوزس انه البايكارب 10 يبقى 1.5 في 10 يطلع 15، نضيف عليه 8 يطلع 23. يبقى انا متوقع البي سي او 2 هنا في البيشنت ده لما يحصل له كومبنسيشن يبقى 23 بلس اور ماينس 2، يعني من 21 ل 25. يبقى ده نقول عليها ابروبريت كومبنسيشن. لو لقيت البي سي او 2 طالع 23 يبقى ده ابروبريت كومبنسيشن، يبقى معناها ان انا عندي ايه اونلي ميتابوليك اسيدوزس. لو لقيت انه بعيد عن الرقم ده بلس اور ماينس 2 يبقى انا عندي ان ابروبريت كومبنسيشن، يبقى معنى كده ان انا عندي سكند ديس اوردر تاني. هو ايه؟ هنشوف من الاكزامبلز اللي هنقولها كمان شويه. طيب لو ميتابوليك الكالوزيس يبقى البي سي او 2 المفروض انها تزيد، هتبقى قد ايه؟ 40 بلس 0.7 في البيكربونات
ماينس 24. يعني البيشنت ده مثلا لو البايكارب هنا طالع في بيشنت عنده ميتابوليك الكالوزس نقول 34، يبقى 34 ماينس 24 يطلع 10، نضرب في 0.7 يطلع 7، نضيف عليه ال 40 يبقى متوقع ان البي سي او 2 هنا يكون 47. لو لقيت البي سي او 2 47 48 46 يبقى ده appropriate compensation، يبقى البيشنت ده عنده سنجل ديس اوردر اللي هو بس ميتابوليك الكالوزس. لكن لو لقيته بعيد عن الرقم 47 من فوق او تحت يبقى معنى كده ان appropriate compensation، يبقى انا عندي a second disorder تاني، ويبقى عندي mixed acid base imbalance. الريسبيراتوري اسيدوزس والالكالوزس قلنا ده لازم نحدد هو اكيوت ولا كرونيك، لانه كرونيك يبقى الكدني خدت وقتها عشان تعمل كومبنسيشن، لكن اكيوت ما بتكونش لسه خدت وقتها، وبالتالي مش متوقع يكون الكومبنسيشن كبير. فاذا كان الريسبيراتوري اسيدوزس بنقسمه اكيوت ولا كرونيك، ودي الايكويشن او الفورمولا بتاعته. واذا كان الريسبيراتوري الكالوزس اكيوت او كرونيك، ودي الفورمولا بتاعته، ابقى متوقع البايكارب هنا هيزيد او هيقل، ويبقى الرينج بتاعه قد ايه في النورمال. لو لقيته قريب من الطالع في الفورمولا زي اللي عندي في الاي بي جي، يبقى ده appropriate compensation، ويبقى انا عندي هنا single asset based disorder. اما اذا كان بعيد يبقى عندي inappropriate compensation، يبقى عندي mixed asset based disorder. طيب دي الطريقه طبعا عشان نبقى حافظين الفورمولا او نطلعها من السمارت فون. احيانا ما بقاش حافظين ده، يعني انا نفسي مش حافظ غير الفورمولا الاولانيه دي، بيسموها وينترز فورمولا. ففي طريقه تانية رفلي كده بنعملها لما يكون عندي respiratory disorder. احنا بنشوف لو هو acute بنبتدي انا متوقع انه البايكارب هيزيد، يزيد قد ايه؟ لكل زياده في البي سي او 2 10 فوق ال 40 يزيد 1 اذا كان acute، ولكل زياده 10 في البي سي او 2 فوق ال 40 يبتدي يزيد 4 اذا كان كرونيك. طيب اذا كان الريسبيراتوري الكالوزيس يبقى اكيوت او كرونيك. في الريسبيراتوري الكالوزيس متوقع ان البايكارب يقل، هيقل قد ايه؟ لكل نقص في البي سي او 2 تحت ال 40 10 يبقى هيقل في الاكيوت 2، ولا اذا كان في الكرونيك هيقل 5 لكل 10 ملم مركب بي سي او 2 تحت ال 40. فدي طريقه تانية اي رفلي ممكن نقيس بيها بدل الايه الفورمولا لو احنا مش حافظينها. لو ميتابوليك ديس اوردر الالترناتيف بتاعه انا هنا المفروض يحصل كونكشن بالبي سي او 2. اذا كان ميتابوليك اسيدوزس البي سي او 2 هيقل، واذا كان ميتابوليك الكالوزس البي سي او 2 هيزيد. قال لك احنا بنبص دايما على التو ديجيتس اللي بعد الديسمال بوينت اوف ذا بي اتش. يعني لو البي اتش مثلا هنا عندي هنا 7.27، يبقى انا متوقع ان البي سي او 2 يبقى نفس الرقم اللي بعد العلامه العشريه هنا، يبقى 27. هو في الاكزامبل ده مثلا طلع 26، يبقى هو تقريبا قريب منه. احنا قلنا يبقى فيه بلس او ماينس 2، يبقى احنا هنا عندنا عندنا ده appropriate compensation، ويبقى في الحاله دي احنا عندنا single acid based disorder. في الاكزامبل ده مثلا يبقى عندنا metabolic acidosis. طيب هندي examples عشان نشوف الكومبنسيشن اللي احنا قلنا عليه من شويه بالفورمولاز بتاعته. اكزامبل ده البيشنت ده اللي عنده بي اتش 7.49، بي سي او 2 48، البايكارب 34. يبقى احنا عندنا فيرست ستيب هنشيك البي اتش، هنا طالع اكتر من النورمال، اكتر من 7.45، يبقى عندنا الكليمه. الستيب 2 نشوف البي سي او 2، البي سي او 2 هنا طالع 48 يعني عالي. فلما نشوف روم ريسبيراتوري اوبوزيت ولا ميتابوليك ايكوال، الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى هو مش ريسبيراتوري اوبوزيت، يبقى ده مش برايمري ريسبيراتوري ديس اوردر. نشوف الام اي ميتابوليك ايكوال، ده طالع والبايكارب طالع، يبقى ده ميتابوليك. يبقى انا هنا عندي ميتابوليك الكالوزيس، يبقى ده الدياجنوز بتاعي هنا ميتابوليك الكالوزيس. طيب الستيب 4 هنشوف الكومبنسيشن هل هو ابروبريت ولا لا. احنا عندنا هي ميتابوليك الكالوزيس، الفورمولا بتاعته بتقول ان انا عندي ميتابوليك الكالوزيس، يبقى المفروض ان البي سي او 2 يزيد. هيزيد يبقى قد ايه؟ المفروض يبقى 40 بلس 0.7 في البايكارب بتاع البيشنت ناقص 24. طيب هنا البايكارب اوف ذا بيشنت 34، مظبوط 34، هنقص منه 24 يطلع 10 ضربه في 0.7 يطلع 7، نضيفها على 40 يبقى عنده 47. طيب نشوفه appropriate ولا لا. احنا عندنا البايكارب هنا البي سي او 2 كان طالع 48، وهنا طالع كام؟ 47. يبقى اذا ده قريب، احنا قلنا البي سي او هيبقى هنا بلس او ماينس 2، يبقى البيشنت ده عنده appropriate compensation. معنى appropriate compensation يبقى الراجل ده عنده single acid based disorder اللي هو metabolic alkalosis، ما معهوش حاجه ثانيه، يعني ما فيش mixed disorder. فدي الطريقه اللي احنا حسبنا بيها بالفورمولا. طب الطريقه الثانيه الرفل اللي احنا قلنا ان احنا هنقول هنشوف التو ديجيتس اللي بعد البي اتش. فهنا هو البي اتش 7.49، وهنا نشوف البي سي او 2 48، يبقى هما الاثنين تقريبا قد بعض، يبقى ده بنقول عليه appropriate. يبقى البيشنت ده عنده سنجل اسيد بيز ديس اوردر اللي هو الميتابوليك الكالوزيس. ندي اكزامبل تاني،
البيشنت ده الاي بي جي بتاعه بي اتش 7.22 بي سي او 32 باي كاربتين. هنمشي على الستبس. ستيب 1 نشوف البي اتش. البي اتش هنا لو اقل من النورمال يبقى ده اسيديمي. ستيب 2 نشوف البي سي او 2 اللي هو روم ريسبيراتوري اوبوزيت ولا ميتابوليك ايكوال، لقيت ان هو 32 تحت النورمال اللي هو ال 35 يبقى نازل، يبقى الاثنين مش اوبوزيت، يبقى ده مش ريسبيراتوري لكن هو ماشي مع الميتابوليك. 2 ايكوال، الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى ده ميتابوليك، يبقى عندي هنا ميتابوليك اسيدوزيس، يبقى ده الدايجنوزيس بتاعي. نبتدي نشوف الكومبنسيشن هل هو ابروبريت ولا لا. الفورمولا في الميتابوليك اسيدوزيس بتقول ان انا المتوقع هنا البي سي او 2 يقل هيبقى كام؟ هيبقى 1.5 في البايكارب بلس 8 بلس اور ماينس 2 فوق او تحت. طيب هنا البايكارب طالع كام؟ طالع 10، يبقى هنضرب 1.5 في 10 هيطلع 15، نضيف عليه 8 هيطلع لي 23. يبقى انا متوقع البيشن ده لو عنده ابروبريت كومبنسيشن يبقى البي سي او 2 23، هنا البي سي او 2 كام؟ 32، يبقى بعيد قوي. يبقى ده يساوي ان ابروبريت كومبنسيشن، يبقى انا عندي هنا سكند ديز اوردر. لو حسبناه بالطريقه رفلي احنا بنقول بنشوف التو ديجيتس اللي بعد ديسمال بوينت، هنا هي 7.22، يبقى انا متوقع البي سي او 2 يبقى كام؟ 22 23 21، لكن هو بعيد قوي هنا. يبقى اذا البيشن ده عنده ان ابروبريت كومبنسيشن سواء حسبناها بالفورمولا او بالطريقه اللي ايه الرف. طبعا الفورمولا بتبقى ادق شويه لكن الرف احنا احيانا بنستخدمها في البراكتس. طيب ايه السكند اوردر بقى هنا؟ انا هعرفه ازاي؟ نشوف انا متوقع ان البي سي او 2 تنزل ل 23 بس هي هنا لسه 32، يبقى ايه اللي يبقى البي سي او 2 زياده عن اللزوم؟ طب ايه اللي يزود البي سي او 2؟ يبقى عندي ايه؟ ريسبيراتوري اسيدوزيس. يبقى البيشن ده عنده ميتابوليك اسيدوزيس ده واحد خلاص، وعندي كمان ريسبيراتوري اسيدوزيس معاه ده اتنين، ويبقى البيشن ده عنده ميكسد اسيد بيز ديس اوردر. نيجي لإكزامبل تالت نحسب ازاي في الكومبنسيشن. احنا عندنا البيشن ده بي اتش بتاعته 7.34 بي سي او 265 باي كارب 34، والبيشن ده قال ان هو كان 4 اورز اجو كان كومبليتلي نورمال. طيب نشوف البي اتش اول حاجه، الخطوه الاولانيه لقيناها نازله اقل من 7.35 يبقى ده اسيديمي. ستيب 2 نبتدي نشوف البي سي او 2، هنبتدي نشوف ايه الروم ريسبيراتوري اوبوزيت ميتابوليك ايكوال، لقيناه هنا البي سي او 2 عالي اكتر من النورمال اللي هو اقصى حاجه 45، يبقى البيشن ده صاعد البي سي او 2 صاعد، البي اتش نازل والبي سي او 2 طالع، يبقى ده ايه ريسبيراتوري اوبوزيت، يبقى ده برايمري ريسبيراتوري ديس اوردر. اشوف البايكارب طالع مع ايه والبي اتش نازل، يبقى هو هنا مش ميتابوليك ايكوال، يبقى البيشن ده عنده برايمري ريسبيراتوري ايه اسيدوزيس، ويبقى ده كده ايه الدايجنوستيك بتاعه. طيب اشوف الكومبنسيشن، الفورمولا هنا بتقول اذا كان البيشنت ريسبيراتوري اسيدوزيس يبقى لازم نسال نفسنا سؤال اكيوت ولا كرونيك. هو قال لي من 4 ساعات كان كويس، يبقى معنى كده ان هو اكيوت، يبقى هستخدم الفورمولا بتاعت الاكيوت. بيشنت عنده ريسبيراتوري اسيدوزيس يبقى متوقع ان البايكارب ايه يعلى عشان يعمل له كومبنسيشن، فهو الفورمولا بتقول 24 زائد البي سي او 2 ماينس النورمال 40 على 10، يبقى 24. هنا البي سي او 2 طالع 65 ناقص منه 40 يطلع 25 على 10، يبقى عندي 2.5، نضيفه على 24 البايكارب النورمال يطلع 26.5. يبقى انا متوقع البيشن ده عشان يحصل له كومبنسيشن ابروبريت يبقى البايكارب 26.5. طيب البايكارب هنا طالع كام؟ 34، ده عالي قوي عن اللي احنا كنا متوقعينه، يبقى ده كده ايه ان ابروبريت، يبقى ده ان ابروبريت كومبنسيشن. معنى ان ابروبريت كومبنسيشن يبقى انا عندي سكند ايه ديس اوردر موجود. طيب هعرف ازاي السكند ديس اوردر؟ نشوف احنا المفروض البايكارب يبقى 26.5 27 28، لكن هو يوصل ل 34 يبقى في حاجه تانية بتزود البايكارب، حاجه ميتابوليك بقى مزوده البايكارب قوي، يبقى اللي يعمل كده ايه هو ميتابوليك الكالوزيس. يبقى ده السكند ايه دايجنوزيس عندي، يبقى البيشن ده عنده ريسبيراتوري اسيدوزيس كومبايند وذ ميتابوليك ايه الكالوزيس، يبقى عنده ميكسد اسيد بيز ديس اوردر. طبعا لو ما حسبتش بالفورمولا وحسبتها بالطريقه الرفلي، قلنا في الاكيوت ريسبيراتوري اسيدوزيس قلنا ان البايكارب هيزيد 1 ملي مول لكل زياده بي سي او 2 10 فوق ال 40. هو هنا كام؟ البي سي او 2 زاد ل 65 يعني زاد 25، يعني كانهم 2.5، يبقى هنضيفه على النورمال باي 24، يبقى المفروض ان انا كنت متوقع يبقى 26.5 ايه، لكن هنا طالع عالي قوي، يبقى معنى كده ان انا عندي سكند ديس اوردر اللي يعلي الباي كارب قوي كده ايه هو الميتابوليك الكلوزس، يبقى البيشن ده عنده ميكسد اسيد بيز ديس اوردر. يبقى احنا كده عملنا 4 ستيبس، حسبنا البي اتش عشان نعرف اسيديميا ولا الكاليميا،
حسبنا البي سي او 2 عشان نعرف هل ده ريسبيراتوري اوبزيت فيبقى برايمري ميتابوليك ريسبيراتوري ديس اوردر، وبحثين شوفنا الباي كارب عشان لو هو ميتابوليك ايكوال يبقى هو برايمري ميتابوليك ديس اوردر، وبعدين حسبنا الكالكولس الكومبنسيشن وعرفنا ابروبريت ولا ان ابروبريت. اذا كان ابروبريت يبقى هو سنجل اسيد بيز ديس اوردر، واذا كان ان ابروبريت يبقى عندي سكند ديس اوردر، وعرفنا نحسبه ازاي. هنقف على كده اذا كان ابروبريت او ان ابروبريت، ما عدا عندنا اكسبشن واحد اذا كان البيشنت ده طالع ميتابوليك اسيدوزس. حتى لو ابروبريت بنعمل ايه في الحاله دي؟ نحسب السيرم انين جاب. السيرم انين جاب ده ايه؟ انه ايه اذا كان ميتابوليك اسيدوزس، لان هتفرق معنا انين جاب ده ايه اذا كان البيشنت اسيدوزس ميتابوليك اسيدوزس، عشان اعرف اذا كان هو هاي انين جاب اذا كان فوق 12 ولا نورمال انين جاب اذا كان تحت ال 12. طيب الانايون جاب هنحسبها ازاي؟ اللي احنا قلنا سيرام صوديوم ماينس مجموع الكلورايد مع البايكارب هيطلع رقم، خلاص هو ده الانايون جاب، ونشوفه اعلى من 12 ولا اقل من 12. طيب نقف على كده، لا لو طلع هاي انايون جاب يبقى هنعمل ستيب 6 نحسب ايه؟ الدلتا ريشيو. الدلتا ريشيو دي معناها ان احنا بنشوف الريشيو اوف انايون جاب على الريشيو اوف بايكارب، يعني الدلتا انايون جاب يعني اللي تشينج في الانايون جاب على اللي تشينج في البايكارب. الانايون جاب اللي هنشوفه هنا الجيفن انايون جاب طلع فوق 12 طلع 18 طلع 20 22 ناقص النورمال انايون جاب اللي هو 12، وبعدين هنقول على اللي تشينج في البايكارب اللي هو نورمال 24 هو قل بقى كام؟ بقى 10 بقى 8 بقى 12، يبقى ماينس ده الرقم اللي هيطلع هنقول عليه الدلتا ريشيو. الرقم ده لو هو ما بين 1 2 ده اللي بنقول عليه النورمال، يبقى البيشنت ده عنده هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس اونلي بس معهوش حاجه تانية. لكن لو طلع اقل من 1 لا يبقى ده عنده هاي انايون جاب وعنده كمان نورمال انايون جاب هايبركلوريميك اسيدوزس. لو الدلتا ريشو طلعت اكتر من 2 يبقى الراجل ده عنده هاي انايون جاب ومعاه كمان ميتابوليك الكالوزس. طبعا ده احنا هنوضحه دلوقتي في الاكزامبلز اللي موجود. طبعا لو طلع هو نورمال انايون جاب ممكن نحسب اليورين انايون جاب ده عشان بس نعرف الايتيولوجي اللي عامل كده ايه. لكن ده مش يعني هندي اكزامبل ليه دلوقتي عشان نوضح لكل ده. هندي هنت هنا على السيرم انايون جاب اللي احنا اتكلمنا عنها ان ديتيلز في محاضره الميتابوليك اسيدوزس. السيرم انايون جاب احنا بتحسبها لما يكون البيشنت عنده ميتابوليك اسيدوزس. هي عباره عن ايه؟ ان احنا قلنا ان كل الكاتايونز اللي هي بوزيتيفلي تشارجد ايونز بتساوي كل الانايونز اللي هي نيجاتيفلي تشارجد ايونز اللي موجوده في البودي، وبالتالي البودي بيكون الكتريكالي نيوترال. المين كاتايونز طبعا انا مش هقدر احسب كل الكاتايونز واحسب كل الانايونز، فاحنا بنشوف البرنسبل كاتايون عندنا هو الصوديوم تقريبا بيبقى 140 ملي مول في الافريج. بقيه الكاتايونز الثانيه زي البوتاسيوم الكالسيوم المغنيسيوم دول كلهم ارقامهم صغيره، فاحنا مش هنعمل لهم ميجرمنت ونقول عليهم ان هم ان ميجرد كاتايونز. في المقابل في الانايونز لقينا المين انايونز هو الكلورايد والبايكربونيت، بقيه الانايونز الثانيه زي السلفيت الفوسفيت الالبومين وغيره دول كلهم نسبتهم قليله، فمش هنعمل لهم ميجرمنت ونقول عليهم ان ميجرد انايون. لقينا ان الانميجرد انايون كميتها اكتر من الانميجرد كاتاينز، يعني معنى كده ايه؟ ان الصوديوم هو اكتر من الكلورايد والبايكار. فلو حسبنا وقلنا ان الصوديوم ونقصنا منه طرحنا منه مجموع الكلورايد والبايكارب هيطلع لنا رقم، هنا الرقم ده بنقول عليه الانايون جاب. يبقى الانايون جاب سيرم انايون جاب هو بيساوي الصوديوم ماينس الكلورايد زائد بايكارب، فهيطلع لنا في الاكزامبل ده عندنا 140 صوديوم والكلورايد 105 والبايكارب 24 ده اللي هو النورمال الافريج، هيطلع لي في حدود 11 يبقى ده نورمال. النورمال بيكون في حدود قلنا من 8 ل 12 هيبقى اقصاها 12. يبقى الانايون جاب لو لقيتها 12 فاقل يبقى ده نورمال انايون جاب، اكتر من 12 يبقى هاي انايون جاب. طيب ده كده ايه النورمال. طيب نشوف هنا بقى بيحصل ايه. احنا عندنا ادي الكاتاينز وادي الانايز متساويين، الصوديوم هنا 140، هنا حصل ايه؟ ان البيشن ده في الميتابوليك اسيدز اضاف له اسيدز من بره، اضاف له اسيدز اكزامبل لاكتيك اسيدز. اللاكتيك اسيد هيبقى ديسوشيت الى هيدروجين ولاكتيت، الهيدروجين ده اللي هو اسيد هيبقى دونيتنج هيدروجين، واللاكتيت ده الانايون اللي طلع. الهيدروجين اللي طلع ده هيحصل له ايه؟ هيبقى بفرد بالبايكربونيت، فالبفرد فيحصل له ايه؟ البايكارب لانه هيعمل له بفرنج للهيدروجين هيبتدي هو نفسه يقل، فلاقي ان البايكارب هنا قل، فالاكزامبل ده طلع 12 هو الطبيعي في الافريج 24 فهنا قل. طيب الانايونز اللي طلع الجديد ده هيتضاف هنا في الان ميجر، احنا مش بنحسبه، يبقى اللاكتيت لما يتضاف هنا والبايكارب قل والكلورايد ده ثابت، يبقى معنى كده ان الانايون جاب هنا ايه؟ زادت. فده نقول ان هو هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس. يحصل امتى؟ لما يضاف اسيدز،
زي لاكتيك اسيدوزيس كيتو اسيدوزيس بيشنت عنده رينال فيلير مش عارف يعمل اكسكريشن للايه للاسيد كل ده يؤدي الى هاي اناين جاب ميتابوليك اسيدوزيس يبقى معنى كده ان هو زاد يعني هو هيبقى اكتر من الطبيعي اللي احنا قلنا لغايه 12 يطلع بقى 18 يطلع 20 يبقى ده اسمه هاي اناين جاب في البيشنت التالت ده احنا عندنا هنا كل الكاتاينز يساوي كل الانينز الصوديوم هنا الطبيعي 140 خلاص البيشنت ده حصل له ايه حصل لوس اوف بايكارب بيشنت مثلا البايكارب ده لوست من الجي اي تي مثلا زي بيشنت عنده داريه او من الكيدني زي مثلا رينال رينال تيوبولا اسيدوز تايب 2 مثلا فهو مش قادر يعمل ري ابزوربشن للبايكارب فبينزل كتير فهنا البايكارب قل بعد ما كان 24 بقى 12 بس هنا انا ما ضفتش اسيدز عشان يضاف هنا في الانميجر كتاين هو حصل لوس اوف بايكارب فبيحصل ايه ان الكلورايد يبتدي يزيد يبتدي يحصل له ريتنشن فيبتدي هو يزيد عشان يعوض نقص البايكارب يبقى الشوية اللي نزلهم في البايكارب هيزيدهم في الكلورايد فيبقى الانين جاب زي ما هو في نفس الرينج ويبقى كل كل الكاتاينز يساوي برضو كل الانينز ويبقى البيشنت الكتريكالي نيوترال ففي الحالة دي انا لما اقلل البايكارب نتيجة اللوس الكلورايد زاد عشان يعمل كومبنسيشن فحافظ لي على اناين جاب في النورمال ايه في النورمال رينج عشان كده احيانا اللي هم دول بيسميهم نورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس احيانا ليهم اسم تاني نقول عليه هايبر كلوريميك اسيدوزس لكن هنا لما زاد الاسيدز الكلورايد ثابت فده بنسميه نورمو كلوريميك ايه اسيدوزس يبقى احنا في الميتابوليك اسيدوزس يا اما يضاف اسيدز فيعمل لي هاي اناين جاب هيزيد عن 12 يا اما هيحصل لوس اوف الكالي فيبتدي عندي يبقى نورمال اناين جاب هيبقى هنا الاناين جاب هتبقى ايه اقل من 12 فدي نقطه مهمه جدا عشان لما يقابلنا ميتابوليك اسيدوزس نحسب الانين جاب ونعرف اذا كان هاي انين جاب ولا نورمال انين جاب لانه لو طلع هاي انين جاب هنبتدي نحسب الدلتا ايه ريشو طيب زي ما اتكلمنا على السيرم انين جاب هندي هنت على اليورين انين جاب وده برضو اتكلمنا عنه بالتفصيل في محاضرات الميتابوليك اسيدوزس احنا قلنا في السيرم انايون جاب احنا قلنا ان احنا عندنا البرنسبل كاتاين هو الصوديوم والباقي هنقول عليه ان ميجرد كاتاينز والبرنسبل اناينز هم الكلورايد والبايكارب والباقي هنقول عليها ان ميجرد اناين لقينا لما بنحسب السيرم اناين ان مجموع الصوديوم اكتر من مجموع الكلورايد والبايكارب في حدود 8 ل 12 فقلنا ده هو النورمال اناين جاب خلاص طيب نيجي بقى في حالات اليورين اليورين هنقول برضو نفس الشيء مجموع الكاتاينز يساوي مجموع الاناينز طيب مين الكاتاينز اللي هي ميلي في اليورين هو الصوديوم بس في كمان البوتاسيوم هنا ما كانش بنحط البوتاسيوم لان كميته صغيره لكن هنا الكيدني مسؤول عن الاكسكريشن البوتاسيوم بنسبه كبيره فانا هنا مش هقدر اتجاهله فهنحطه كده مع الايه مع الصوديوم طيب مين المين الاناينز هو الكلورايد زيه زي السيروم طيب وبالنسبه للبايكارب لا الكيدني في الطبيعي او ما بيكون فيه اسيدوزس في حالتنا بتحاول تعمل ري ابزوربشن لكل البايكارب فتقريبا البايكارب اللي بينزل في اليورين بيبقى اولموست زيرو وبالتالي انا مش هحطه هنا يبقى اذا هنا هيبقى فيه صوديوم مع بوتاسيوم وهنا هيبقى ايه كلورايد بس في الارايز طيب بقيه الارايز هتبقى اميلرد ايه ارايز طيب لما نيجي نحسب اليورين اناين جاب هنقول الكاتاينز ماينس الانايز فالصوديوم زائد البوتاسيوم ماينس الكلورايد مجموع الصوديوم والبوتاسيوم اكتر من الكلورايد فيبقى فيه هنا جاب هنقول عليها اليورين اناين جاب اليورين اناين جاب هتكون قد ايه هنا احنا حددناها برقم من 8 ل 12 لكن هنا قلنا ما بتفرقش معانا الرقم احنا بنقول لو هو الرقم طلع فوق الزيرو يبقى نقول عليها ده عندنا بوزيتيف يورين اناين جاب ولو طلع اقل من الزيرو يبقى نيجاتيف يورين اناين جاب احنا في الطبيعي بيكون هو ايه بوزيتيف يعني بيبقى رقم اكتر من الزيرو طيب في البيشنت بتاعنا اللي هو عنده ميتابوليك اسيدوزس احنا بنعمل ايه بقى اليورين اناين جاب وحسبنا السيرم لقيناه نورمال اناين جاب فقلنا هنحسب اليورين اناين جاب عشان اعرف بس اللوس او الاسيدوزس ده هو حصل لوس اوف بايكارب من الجي اي تي ولا من الكيدني من رينال ولا اكسترا رينال طيب لما بيكون في عندي اسيدوزس المفروض ان الكيدني بتنزل اسيدك يورين بكميه كبيره ما دام الكيدني شغال هتنزل اسيدز كتير هتنزل هيدروجين كتير في اليورين فبيبقى محتاج يحصل له بفرنج زي ما قلنا في المحاضره الاولانيه بتاعه النورمال اسيد بيس بالانس هيحصل له بفرنج ازاي عن طريق ان بتطلع NH3 من البروكسيمال تيوبول تبتدي تمسك في الهيدروجيناز وتعمل لي NH4 اللي هو الامونيوم اللي هو الامونيوم NH4 فالامونيوم ده هو عباره عن كاتاين يعني ايه يعني هيتضاف هنا في الان ميجرد كاتاينز خلاص يبقى ال NH4 هنا هيبتدي يزيد
خلاص، فهيبقى على حساب الايه البوتاسيوم والصوديوم، يبقى الايه الانميجرد كاتاني هنا هتزيد. الامونيوم ده مش بينزل لوحده، ده بينزل على هيئه امونيوم كلورايد، فهو زاد الكلورايد كمان. فهنا الامونيوم كلورايد زاد على حساب الصوديوم والبوتاسيوم، والكلورايد هنا ايه زاد. يبقى اذا الانايون جاب هنا هنلاقيها بقت ايه، بقت بالنيجاتيف، لان الصوديوم زائد البوتاسيوم هيكون اقل من الكلورايد اللي هو زاد. ففي الحاله دي هنقول ان ده انميجرد كلورايد هنا تحت الزيرو، يبقى في الحاله دي بيقولوا عليها نيجاتيف. معنى ان نيجاتيف يعني نزل امونيوم كتير في اليورين فخلاها نيجاتيف، يبقى دي معنى كده ان انا عندي كدني شغاله فانكشنينج كدني، يبقى معنى كده ان اللوس اوف بايكارب اكسترا رينال. يبقى فايده اليورين انايون جاب ان انا عايز اشوف اللوس اوف بايكارب اللي حصل في البيشنتس اللي عندهم نورمال انايون جاب، هل ده رينال ولا اكسترا رينال. اكسترا رينال يعني مثلا يكون جاي من الجي اي تي مثلا، عندي دايريا، عندي يوريتروسيجمويدوسكومي وغيره. رينال يعني زي مثلا رينال تيوبلر اسيدوزس. طبعا انا في الهيستوري غالبا بيبقى الدنيا واضحه، ده بيشنت عنده دايريا عامل يوريتروسيجمويدوسكومي، ولا بيشنت ده معروف ان هو ار تي اي فما بنحتاجهاش. لكن لو الدنيا مش واضحه بنعمل يورين انايون جاب. يبقى اليورين انايون جاب انا هعمله امتى؟ لما يكون عندي ميتابوليك اسيدوزس وحسبت السيرم انايون جاب لقيتها نورمال. غير كده لو لقيتها هاي يبقى هنحسب الايه الدلتا ريشيو زي ما قلنا. طيب هنحاول ندي بقى اكزامبلز نجمع كل اللي قلناه مع بعض. احنا قلنا اول حاجه احنا ستيب 1 هنشوف البي اتش عشان نحدد هل هو نورمال ولا اسيديميا ولا الكاليميا، وبعدين ستيب 2 نشوف البي سي او 2 على اساس اللي هو الروم ريسبيراتوري اوبوزيت ولا ميتابوليك ايكوال، مع ستيب 3 عشان نعرف هل هو برايمري ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. ستيب 4 هنعمل كومبنسيشن بالفورمولاز اللي احنا قلنا عليها، لقينا ابروبريت كومبنسيشن يبقى ده سنجل اسيد بيز ديس اوردر، لقينا ان ابروبريت يبقى معاه ميكسد اسيد دي انذر ديس اوردر يبقى ميكسد اسيد بيز. قلنا ده كله ينطبق على كل حاجه ما عدا اذا كان البيشنت طلع ميتابوليك اسيدوزيس، يبقى هنعمل ستيب 5 نحسب السيرم انايون جاب، لقينا هل هو نورمال ولا هاي انايون جاب. طلع هاي انايون جاب يبقى نعمل ستيب 6 نحسب الايه الدلتا ريشيو ونشوف هيطلع ايه، اقل من واحد ولا اكتر من اتنين ولا في واحد لاتنين. طيب هندي اكزامبل هنا، البيشن ده جايب الاي بي جي بتاعه بي اتش 729 البي سي او 230 بايكربونات 14، الالكترولايت بتاعته لقينا ان صوديوم 128 والكلورايد 94. طيب هنمشي ستيب باي ستيب. ستين 1 هنشوف البي اتش، بي اتش اقل من 735 يبقى ده اسيديمي. ستيب 2 نشوف البي سي او 2، البي سي او 2 هنا 30 يعني نازل، مع البي اتش نازل يبقى هما نفس الدايركشن، يبقى ده مش برايمري ريسبيراتوري. شوف البايكارب، البايكارب هنا 14 نازل والبي اتش نازل، يبقى ميتابوليك ايكوال نفس الدايركشن، يبقى ده برايمري ميتابوليك. يبقى البيشن ده عنده ميتابوليك ايه اسيدوزس، يبقى ده اول دايجنوزس. طيب نشوف الفورمولا، الفورمولا عندنا هنا عشان نشوف الكومبنسيشن في الميتابوليك اسيدوزس، احنا بنقول بنستخدم الوينترز فورمولا 1.5 في السيرم بايكارب زائد 8، وعندنا رينج من بلس اور ماينس 2. طيب هنا 1.5 البايكارب 14 يبقى نضربه في 14، يبقى 1.5 14 يبقى 21، هنضيف عليه 8 يطلع 29. نيجي نبص للايه للبي سي او 2 هنا كام، طالع 30. احنا قلنا لينا رينج من بلس اور ماينس 2، يبقى ده ابروبريت كومبنسيشن، يبقى ما عندناش ميكسد ايه اسيد بيز ديس اوردر. لكن احنا قلنا الكلام ده ما ينطبقش على الميتابوليك اسيدوزس، ما دام طلع ميتابوليك اسيدوزس يبقى اعمل الستيب 5 نحسب السيرم انايون جاب. السيرم انايون جاب بتساوي الصوديوم ماينس مجموع الكلورايد مع البايكارب. هنا عندنا الصوديوم 128 والكلورايد 94 والبايكارب 14، لما عملناهم طلع الانايون جاب 20، النورمال انايون جاب لغايه 12، يبقى معنى كده ان احنا عندنا هاي انايون جاب. يبقى ده الهاي انايون جاب، يبقى الميتابوليك اسيدوزس هنا هاي انايون جاب. طلع هاي انايون جاب مش هنسكت على كده، يبقى ما دام طلع هاي انايون جاب نحسب الدلتا ريشيو. الدلتا ريشيو يحسب ايه؟ هو الدلتا انايون جاب على الدلتا باي كارب، يعني اللي تشينج في الانايون جاب على اللي تشينج في الباي كارب. هنا الانايون جاب كام؟ طلع 20، ننقص منها 12 اللي هو نورمال يطلع 8، والباي كارب النورمال 24 ننقص منه الباي كارب اللي موجود 14 هيطلع 10، يبقى 8 على 10 اللي هو ايه الدلتا ريشيو طلعت اقل من 1. ده اقل من واحد يبقى ده معاه ايه نورمال انايون جاب. يبقى البيشن ده كمان عنده نورمال انايون جاب، يبقى هو دلوقتي البيشن ده عنده تو فورمز اوف ميتابوليك اسيدوزس اوف تو ديفرنت باثوجينيسيس، هو عنده هاي انايون جاب مع نورمال انايون جاب. هو ينفع؟ ينفع. يبقى البيشن ده ممكن نقول بيشن، لو احنا في السيناريو قالنا البيشن ده كان عنده سيفير جاستون ترانس بقاله 3 اور 4 دايز، وبعدين جينا دلوقتي جالنا شوكت البلاد بريشر بتاعه نازل،
فاحنا نقدر نقول ايه، والله البيشن ده من الدايريا السيفير اللي هو عنده فقد بايكارب كتير فدخل في ميتابوليك اسيدوزيس، لما حسبناها لقينا ان هو نورمال اناين جاب. طبعا البيشن ده لو عملت له يورين اناين جاب هلاقيها الاقيه ايه بالنيجاتيف، يعني معنى كده ان الشخص ده عنده اكسترا رينال وهو لوس اوف بايكارب اللي هو من خلال الدايريا. طيب البيشن ده اللي هو من السيفير دايريا عملته نورمال اناين جاب وبعدين في نفس الوقت بقى شوكت فبقى دخل في لاكتيك اسيدوزيس جمع اسيدز فعمل لي هاي اناين جاب ميتابوليك اسيدوزيس في نفس الوقت. نيجي لاكزامبل تاني نوضح بيه، البيشن ده الاي بي جي بتاعه 7.17 بي سي او 265 بايكارب 22 والالكترولايت صوديوم 140 والكلورايد 98. طيب نمشي ستيب باي ستيب. ستيب 1 هنشوف البي اتش، البي اتش نازله اقل من 7.35 يبقى عندنا اسيدين. ستيب 2 نشوف البي سي او 265 اعلى من نورمال هو ماكسيموم 45 يبقى ده ايه صاعد، يبقى احنا عندنا هنا روم ايه ريسبيراتوري اوبوزيت وميتابوليك ايكوال، هنا ده نازل ده طالع يبقى ده برايمري ريسبيراتوري، يبقى البيشن ده عنده ريسبيراتوري اسيدوزيس. خلاص طيب نشوف الكومبنسيشن هل هو ابروبريت ولا ان ابروبريت، نشوف الفورمولا هنا بتاعه الريسبيراتوري اسيدوزيس، يبقى الريسبيراتوري اسيدوزيس لازم نسال هو اكيوت ولا كرونيك، قال لنا لا ده البيشن ده اكيوت يبقى المفروض انه هيزيد 1 ملي مول لكل 10 مليمتر ميركوري زياده فوق ال 40. هو هنا البي سي او 2 زاد بقى 65 يعني زاد 25 فوق ال 40 يبقى انا متوقع البايكارب يزيد عن النورمال اللي هو 24 2.5 يبقى 24 زاد 2.5 المفروض يبقى 26.5 يبقى البايكارب في البيشن ده عشان يعمل كومبنسيشن مظبوط يبقى 26.5. ابص هنا لقيته 22 ده اقل كتير من اللي احنا متوقعينه، يبقى في حاجه بتشد الايه البايكارب اللي تحت، يبقى انا حاجه بتعمل ميتابوليك اسيدوزيس، يبقى انا عندي هنا كمان ميتابوليك اسيدوزيس، يبقى انا عندي هنا ريسبيراتوري اسيدوزيس ده دايجنوزيس واحد وكمان معانا ايه ميتابوليك اسيدوزيس ده دايجنوزيس اثنين، يبقى احنا عندنا ميكسد ايه ديس اوردر لان البيشنت ده ان ابروبريت كومبنسيشن. طيب احنا قلنا لما يطلع ميتابوليك اسيدوزيس مش هنقف على كده، نبتدي نحسب السيرام انايون جاب، فحسبنا السيرام انايون جاب هنا صوديوم ماينس والكلورايد زائد البايكارب، هنا الصوديوم في الاكزامبل 140 والكلورايد 98 زائد 22 فطلع عندي الانايون جاب 20 النورمال لغايه 12، يبقى احنا عندنا ايه هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس. ما دام طلع هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس يبقى نخش الستيب اللي بعد كده نحسب الايه الدلتا ريشيو، الدلتا ريشيو بتساوي الدلتا انايون جاب على الدلتا بايكربونيت، الدلتا راين جاب هنا طالع 20 ناقص النورمال 12 فيطلع 8 والبايكربونيت النورمال 24 ناقص اللي طالع عندي هنا 22 يطلع 2، 8 على 2 يساوي 4 يعني ده اكتر من النورمال هو من 1 ل 2، يبقى احنا عندنا هنا ميتابوليك الكالوزيس معاه، يبقى ده كده ثالث دايجنوزيس معاه، يبقى احنا كده عندنا ثلاث حاجات مع بعض في البيشن ده، هو عنده ريسبيراتوري اسيدوزيس مع ميتابوليك اسيدوزيس بالتحديد هاي راين جاب مع ميتابوليك الكالوزيس. نلخص كل اللي قلناه نعمل سمري، احنا لو جانا نقرا عشان نقرا البي اتش او الستيب 1 بنشك نعمل تشيك للبي اتش، لو لقيتها اقل من 7.35 يبقى اسيدينيا، اكتر من 7.45 يبقى الكاليميا، لقيتها في نورمال رينج ممكن ده يكون نورمال بس لازم بقيه البارامترز تكون نورمال، يا اما يكون ده كومبنسيتد عنده ريسبيراتور او ميتابوليك ديس اوردر وحصل له كومبنسيشن بالسيستم الثاني، او يكون ميكسد كاونتر بالانسنج افكت على البي اتش، واحد بيعمل اسيدوزيس يقلل البي اتش، واحد يعمل الكالوزيس يزود البي اتش، فيلتقوا في الايه في النص. ستيب 2 وستيب 3 ان احنا بنشوف البي سي او 2 والبايكار، احنا قلنا هنشوف الروم ريسبيراتوري اوبوزيت لو هو عكس البي اتش يبقى برايمري ريسبيراتوري ديس اوردرز، ميتابوليك ايكوال يعني لقيت ان الاتش سي او 3 ماشي مع البي اتش الاثنين نازلين يعني الاثنين طالعين يبقى ده هو برايمري ميتابوليك. طيب الستيب 4 نبتدي نحسب الكومبنسيشن، هل نشوف هل هو appropriate compensation ولا inappropriate compensation، وقلنا كل حاجة بيبقى ليها فورمولا معينة والفورمولا دي لو طلع appropriate طلع زي ما أنا متوقع as predicted يبقى ده عنده single acid based disorder، أما إذا كان inappropriate يبقى mixed acid based disorder ونشوف إيه المشكلة ونحضر نحدد الإيه second disorder إيه. قلنا الappropriate ده هيمشي على كل حاجة ما عدا الميتابوليك acidosis، لو طلع ميتابوليك اسيدوزيس يبقى نخش في ستيب 5 نحسب السيرام انايون جاب، لو لقينا انه نورمال انايون جاب ممكن نحسب اليورين انايون جاب هنا عشان نعرف اذا كان ده حاجه رينال ولا اكسترا رينال لوس اوف بايكارب، فده بس عشان يحدد الايتيولوجي، لو لقاه بالنيجاتيف يبقى دي حاجه اكسترا رينال عندي حاجه الكيدني شغاله فخليته بالنيجاتيف، لكن لو لقيته بوزيتيف يبقى دي مشكله في الكيدني. طيب لو لقينا البيشنت عنده هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزيس يبقى في الحاله دي لازم نعمل ستيب 6
نحسب الدلتا ريشو. لو لقينا الدلتا ريشو عندنا هنا من في النورما من 1-2 يبقى ده بس هاي الاين جاب ميتابوليك اسيدوزيس الون. اما لو لقيته ان هو طالع اقل من 1 يبقى كمان مع نورمال الاين جاب ميتابوليك اسيدوزيس اللي هو هايبر كلوريميك اسيدوزيس. ولو لقيته اكتر من 2 يبقى مع الهاي الاين جاب ميتابوليك اسيدوزيس معانا كمان ميتابوليك ايه الكالوسيس. يبقى احنا كده قرينا وعملنا انتربريتيشن للاي بي جي. طبعا بعد كده هبتدي من خلال السيناريو والكلينيكال سيناريو اللي البيشنت فيه من الهيستوري من الاكزامينشن من الانفستيجيشن عندي اقدر احدد الايتيولوجي اوف ذا اسيد بيز ديس اوردر. ابتدي اشوف الكلينيكال مانيفيستيشنز اللي موجوده المانيفيستيشن بتاعه الاسيديميا والالكاليميا المانيفيستيشن بتاعه الهايبو والهايبر فنتيليشن المانيفيستيشن بتاعه الهايبوكسيميا وطبعا المانيفيستيشن بتاعه الايتيولوجي اللي ادى الى الاسيد بيز ديس اوردر. وبعدين على اساسه نبتدي ايه ندي التريتمنت. طبعا الحاجات دي احنا مش هنتكلم عنها هنا, احنا اتكلمنا عنها ان ديتيلز في الست محاضرات اللي فاتوا. بكده يبقى احنا خلصنا الاسيد بيز ديس اوردرز. لو لينا عمر ان شاء الله وفي فرصه ممكن نبتدي نعمل محاضره بس كامله ان احنا ندي سيناريوز مختلفه وان ازاي هنعمل انتربريتيشن ونربطه بالسيناريو اللي موجود ونشخص ازاي ونطلع الايتيولوجي ونعالج ازاي. وكده thanks for watching.